هنقرأ من عدد 13، ومش هنقدر نخلص الأصحاح، لكن ناخد لغاية عدد 26 بالتبادل. شلوم ابن يابيش ملك في السنة 39 لعزية ملك يهوذا، وملك شهر أيام في السامرة. تفضلوا. وبقيت أمور شلوم وفتنته التي فتنها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. في السنة 39 لعزاريا ملك يهوذا ملك منحيم بن جادي على إسرائيل في السامرة 10 سنين. فجاء فول ملك أشور على الأرض، فأعطى منحيم لفول 1000 وزنات من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده. وبقية أمور منحيمة وكل ما عمل هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. في السنة 50 لعزاريا ملك يهوذا ملك فقحيا بن منحيمة على إسرائيل في السامرة 2 سنين. ففتن عليه فقح بن رمليا 3، وضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع أريوبة ومع أريها ومعه 50 رجلا من بني الجلعاديين، وقتله وملك عوضا عنه. آمين. نصلي. يا رب يا رب يا رب، شكرا إنك ملك الملوك، والتعبير ده رب يعني مش أنت ملك على ملوك الأرض، أنت رئيس ملوك الأرض، لكن أنت ملك على أولادك اللي جعلتنا ملوكا وكهنا لله أبيك، ده الملك الحقيقي بتاعك، لكن أنت رئيس الملوك دي كلها، تشيلها وتحطها وتعمل كل أنت عايزه. أنت اللي بتعينهم، أنت اللي بحدد لهم وقتهم، تحدد كل حاجة لهم، ويذهبون إليك بعدما يتم الوقت المحدد لحياتهم. يا رب نرجو أن تعطينا رسالة لأجل خلاص نفوسنا في هذه الفرصة. تكلم إلينا يا رب،
فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد إلى الأبد، آمين. أنا أعتقد ما حدش فينا يعني حس إن الأصح ده ممكن يطلع منه حاجة، لأن كله عبارة عن ناس قتلت ناس وناس ملكت وناس قتلت وناس ملكت وناس ملكت وناس ماتت، لكن هو ده تاريخ الدنيا. تاريخ الدنيا إنه عبد الناصر قالت بالنسبة لمصر يعني، وسوريا برضو عندها تاريخ بس أخف شوية من كده، لأن حافظ الأسد ملك كتير أو يعني بقى رئيس كتير وبعدين جه بشره للساعد. لكن إحنا في المدة دي من مدة حافظ الأسد لما كان في سوريا، كان مش فاكر كان السادات جه ولا لسه كان ملك عبد الناصر، مش فاكر، لكن أنا فاكر عبد الناصر كان مع شكر القوات اللي في سوريا. فعبد الناصر سنة 52 قام بالثورة، طرد الملك فاروق وحكم مصر، يعني هو يعني زعيم الناس حبوه خالص، ما شفتش حد يعني بيكرهه إلا قلة، لكن شفتهم كان في طبعا ناس كرهوا جدا. وبعدين سنة 70 بات فجأة كده، لدرجة في إشاعة أن السادات سموا، لأن كان معاه قبلها بيوم وهو اللي عمل له فنجان قهوة، فيظن الناس أن هو حط فيه حاجة. ربنا العالم، هم دلوقتي مع بعض هناك في مكان واحد. وبعدين السادات ملك أو يعني بقى رئيس من بعده، وكانت الحكاية يعني عبارة عن رئاسة، النائب يبقى الرئيس، النائب الرئيس. السادات شوية كده من سنة أواخر 70 أو 71 مش فاكر إمتى انتخبوا بقى رئيس، في بعد 10 سنين مات تاني من 52 ل 71 حوالي 20 سنة، ده 10 سنين ومات. مات إيه؟ مات مقتول. بعد يجي حسني مبارك، ده ما عينش نائب ليه، ما عرفش ليه، الله يعلم، ولسه عايش لغايه دلوقتي. انا كانت ايه، النائب هو اللي يبقى يورث، كان وراثه بس بدل ملكيه تبقى ايه يعني عائلات مختلفه. وبعدين قامت الثوره بتاعت 25 يناير، وتشال مبارك بعد 30 سنه. قال لمين؟ قال لمرسي. هتشال امتى؟ ما اعرفش، لكن مش هيطول يعني، الدنيا كلها كده. لكن الحقيقة اللي خلف الستار إن ربنا اللي عمل ده كله، وإن اللي بيحرك الملوك والرؤساء هو طاعتهم لإرادة الله أو بعدهم عنها. إحنا عندنا شلة ملوك كلها بعيدة وأولهم آخرهم، ونكتشف ان دي إرادة الرب. قبل كده كان الملوك بتوع اسرائيل بيعيشوا شوية، ممكن بعضهم بيعيش بيموت بسرعة، لكن عادة بيعيشوا شوية، ممكن 20 سنة ل 10 سنين كده، لكن ما سمعناش عن شهر ايام وخلص، ويومين وخلص، وايه ده حصل؟ ليه الاضطرابات دي؟ احنا قرينا هنا نص اصحاح، في كم واحد ملك كتير، طيب 4 5 من العرب مش فاهم عدتهمش، ده في حته من اصحاح. وفي ملك في يهوذا ملك كتير مده كبيره، اللي هو عزيه ملك افتكر 52 سنه. في ايام عزيه ده ملك كان ملك من اسرائيل، دي فرصه للراس ان نعرفها لنفسنا، يعني نطلع كده يا عزية ده ملك في أيام مين. ف
في أيام يربعام ملك إسرائيل، أصح 15:1. في السنة 27 ليربعام ملك إسرائيل ملك عزاريا بن عمصيا ملك يهوذا، كان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم. نحسب كم ملك، يبقى أول ملك اسمه إيه؟ يربعام. وبعدين يربعام خلف مين؟ نعم، أيوة، زكريا. قال لي ثاني ملك اسمه زكريا. زكريا ملك كام مدة؟ 6 أشهر. آدي الملك الثاني راح، والأسرة خلصت. دي أسرة مين دي اللي فاكر؟ أكبر أسرة ملكت على إسرائيل. ياهو بدنا نمشي، لأنه أهلك أخاب اللي عبد البعل هو وعيلته، ربنا ادالهم مكافأة 4 عيال منه يملك بس، ما فيش حد بعد كده في 4 ولا قبل كده في إسرائيل، ما حدش ملك 4 يعني، هو وجد ابنه، لا ما فيش. ليه؟ لأنه كله شر، كله شر، ربنا بيشيل الشر، يجي اللي بعد يعمل شر يشيل الشر. يبقى هنا يربعام ملك وزكريا ملك. طب بعد زكريا في مين اللي احنا بدينا نقرا عنه النهارده؟ مين الراجل ده؟ شلوم. ادي شلوم ابن يبيش، ده ملك كام بقى؟ شهر 3 اهو ملكه في عزيه لغايه دلوقتي. بعد شلوم مين اللي قتله؟ منحيم بن جاد. ادي رابع واحد، دي اسره جديده خالص، وشلوم ده اسره جديده خالص. سلوم أسرة واحد بس وشهر وراح. الأسرة اللي بعديها منحيم بن جادي. منحيم بن جادي ده ملك كام؟ 10 سنين. مدة كويس. كم ملك دلوقتي؟ احنا قلنا يربعام، زكريا، شلوم، منحيم. كويس، هذه 4 ملوك ملكوا في مدة ملك عزية أو عزاريا ملك يهوذا. طيب، بعد منحيم بن جادي، احنا نرى التفاصيل بعدين بس بناخد ملوك احنا. بعد منحيم بن جادي جه مين؟ ده ابنه هو. كويس، فقحية. فقحية ابنه، يبقى دي 5 ملك. هنا الأسرة دي ملكين بس، اللي هو منحيم وفقحية، هذه 5 ملك. ده ملك في السنة 50 لعزية، فضل عزية 2 دلوقتي كده. كم ملك احنا حسبناهم؟ 5. وعامل الشر في عيني الرب، اللي هو عم نذافة فقحية. مين فتن عليه؟ فقح ابن يعني فقح فقح، ما انت واحد يا اخي حتى نفس الاسم، لا انا لازم املك انا. وفقح وفقح ده ابن رماليا، ده هو عباره عن ايه؟ كان معاه في الجيش الثالث بتاعه، وراح قتل فقحيه ده. فين فقح بن رماليا الثالث بتاعه؟ عدد 25. ففتن عليه فقح بن رماليا ثالثه وضربه في السامره في قصر بيت الملك مع أرجوب. هنيجي التفصيل دلوقتي. كان ملك دلوقتي ملك في عهد ملك واحد؟ 6 ملوك. ايه ده؟ ليه؟ لان ده الوضع اللي سيسبق مجيء الرب. ايه مجيء الرب هنا؟ ايه هنا؟ مجيء غضب الرب، مجيء غضب الرب، لأن الغضب معلن على مملكة إسرائيل. فملك ولا ملك ولا يعني المملكة ضعفت لدرجة أن فيش ملك يقدر يستمر فيها كتير، أو ممكن بالرياء بالكده بالسياسة اللي يملك شوية صغيرة برضو مش هيكتر.
لأن المملكة ضعفت، فأي واحد يقوم يضربه يموته يبقى مكانه، والشعب مهموش يعني، كله خراب كله خربان. وده بيفكرنا في قبل ما يجي الرب لإبادة الوحش، يقول لك إن الوحش هيكون معاه ملوك ملكوا معه إلى ساعة، برضو راحوا. ليه؟ لأن الوحش راح والملوك دول راحوا، لأن الرب جاي يملك الملك الألفي. فلما نلاقي عدم الاستقرار في الشعوب، عدم الاستقرار في الملوك، الخراب موجود في الدنيا، نعرف الرب جاي يصلح. ليه؟ لأن الشر بيباد دلوقتي، الشر بيتعاقب، معناه الإصلاح جاي، زي ما هيحصل إن شاء الله في ملك الألفي، هكذا بيحدث في آخر أيام ملوك إسرائيل. طب ملوك يهوذا نفس الحكاية، نفس الحكاية، آخر ملك في يهوذا ربنا راضي عنه يوشيا، ممتاز. ملوك اللي بعد كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وكلهم ولاد يوشيا، ملك واد شالوه جابوا الثاني برضو ابنه، وشالوه جابوا الثالث وبدا ملك ابنه، وبعدين شالوه، كل ده في مده صغيره جدا ملك برضو 6-7 ملوك، وفي الاخر جه نبوخذ نصر وشال كل دول. احنا دلوقتي صعبان علينا حال مصر، طبعا سوريا ما زالت ماسكه، الراجل ماسك وما افتكرش هيخلعوه، هيقعد ماسك، لانه الحقيقه ما يأذيش الكنيسه، ده اهم حاجه عند ربنا، ما يأذيش الكنيسه يبقى هيقعد، صحيح مش مؤمن بالمسيح لكن هو ما أذاش الكنيسه، فعنده حاجه اسمها خوف يضرب الكنيسه، خوف يأذيها، بالعكس كان كارم الكنيسه. صدام ايه اللي شاله؟ صدام كان عايش مده كبيره متشرد، لكن ما فكرش يأذي الكنيسه الا في اخر شهرين من عمره بس، أذاها طلع على طول. اول مره في صدام كان ما لوش دعوه بالكنيسه خالص، دي بالناس اللي ضده بس، فجأة خطر بباله يرأي الكنيسة الإسمية اللي هي اللي وقتها، ويضغط على الكنيسة الإنجليزية، ما عادش وطار فيها على طول بعديها. لكن الأسد مش كده، اللي هو الدكتور اسمه ماهر بشار الأسد، يعني يبقى نعمة كبيرة لو كان مؤمن طبعا، ده بقى مش يعني ربنا هيكرمه خالص. لكن عندنا في مصر مع ان فيها مرسي، لكن الحال احسن من الحال اللي بنقرا عنه ده، يعني تخيلي الحال ده، تخيلوا الحال ده وصل لمصر، اقتل املك اقتل املك اقتل املك، بلاوي دي، كل ملك ليه نظام، كل ملك ليه، اقتل واحد بيضحك وخلاص ومبسوط ومهيص. فالوضع لما يجي ربنا يحس الحكايه خلاص وقرب يخربها او يعدلها، يحس باضطراب اضطراب 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 رهيب جدا. ايه الاضطراب اللي بيزعجك يا رب؟ ان كل واحد ماشي لحل شعره، ولا حد باصص لي، ولا حد بيقول انت عايز يا ربنا، خصوصا بعد وجود الاسلام، انه ربنا حاجه والاسلام حاجه ثانيه، ليهم رب برضه لكن ده غير ده خالص، دينين مختلفين تماما لا علاقه بين هذا وذاك، ودي قالها ابو اسلام علني، لا نقطه التقاء واحده الحقيقه فعلا. ليش موضوعنا احنا درست تاريخ مصر وغيره وغيره، احنا موضوعنا بندرس الحته دي دلوقتي، هناخد كده حته حته على قد ما نقدر. ربنا تمم وعده لياهو بن نمشي واداله لغايه الجيل الرابع يملكه عنه اولاده، يعني لغايه اخر واحد زكريا ما عاش كتير، لانه زي ايه يعني كل واحد يجي لاولاد ياهو يطلع وحش يطلع وحش، ورب طب لو واحد منهم طلع كويس كان ربنا مد الحكايه، ربنا عايز نفسه يدور على واحد كويس يحكم شعب اسرائيل، ده شعب الله، صحيح ما عندهمش هيكل ما عندهمش حاجه، لكن ده شعب الله، دول اولاد يعقوب واسحاق
مش أسباط، 12 أسباط هناك، 10 كرقم يعني فيجر كده، يعني رقم إيه رمزي، لكن هو هم مش 10، هم 6 بس، لأن يهوذا مع بنيامين، وجوه يهوذا في شمعون، ولاوي رحل وقعد يخدم الهيكل، فأربع أسباط مع يهوذا، وإن كان رسميا 2 بس. مين 2 بس دول؟ هو يهوذا وبنيامين. طب ما شمعون داخل جوه يهوذا مالوش مكان وحده، أيوه طبعا ده مع يهوذا، واللاويين عشان الهيكل، كله جه عند الهيكل، ده وظيفتهم الأساسية. فباقي الأسباط أسباط إسرائيل. ربنا تمم وعده لياهو. جه بقى يا عم أنا شلوبني يا أبوش، ما نعرفش من أي حتة، ولا حد من ملوك إسرائيل نعرف صبته إلا قليل قوي من ملوك إسرائيل. شلوب بن يبيش ملك في السنة 39 لعزية ملك يهوذا، ملك شهر أيام. عمل إيه ده؟ ولا حاجة، ما قولش عنه حاجة خالص. ليه؟ لأنه ما تعرفش عنه حاجة. يعني ليه ما تعرفش عنه حاجة؟ يا دوبك الراجل بيحتفل بالملك بتاعه، واللي بيهنيه بيهنيه، واللي بيشتمه بيشتمه، ومات خلاص. هو شهر أيام ده يعني مدة، فما ما فيش حاجة مكتوبة عنه. مين اللي موته؟ واحد اسمه منحيم بن جادي من ترصة. ترصة دي كانت في إسرائيل مدينة الملك في يوم من الأيام زمان، لغاية لما جه الملك أوحش مالك فيها اللي هو اسمه أخاب، وأبوه هو اللي اشترى السامرة وعمل السامرة، بقت السامرة العاصمة. قبل كده كانت ترصة، قبل كده كانت شكيم، دي اللي ملكوا فيها أول واحد اللي هو ربعام بن نباط. صعد منحيم بن جادي من ترصة جاء إلى السامرة، عمل ايه؟ جاي سلام، اهلا وسهلا، ازيك راجل محترم كده، استقبله الملك. طبعا الملك لسه بقاله 10 يعني وقتها شهر، ايه شهر دي؟ فقتلوا ولك انا الملك، خلاص خليك الملك، ما احنا شفنا منه حاجه، ده هنشوف منك انت، طب هتعمل ايه؟ اما انا منحيم بن جادي ده كان ملك مفتري، يعني راجل عسكري، واغلب دول عسكر كلهم قاده، قاده يقتل ده ويبقى مكانه. فملك بالحديد والنار. بقيت امور شلوم وفتنته التي فتنها فتن على مين؟ حد فاكر؟ معلش الملوك، اصل لو ما عملناش كده مش هنفتكرها. شلوم ده فتن على مين؟ فتن على زكريا ابن يربعام، اخر ملك لمين؟ اخر ابن لمين؟ لياهو. فتن عليه وقتل شلوب بن يبيش ملك في السنة 9. إزاي؟ لما قتل زكريا، عدد كام؟ عدد 10. ففتن عليه شلوب بن يبيش وضربوا أمام الشعب، زي كده تجب شوية العسلات لما ضربوا قدام الشعب، يعني مش بغدر، لا قتل قدام الناس كلها، فقتلوا وملك عوضا عنه، وعشر ومات. منحيم بقى بعد الشهر ده هو اللي قتل شلوم، جاء إلى السامرة وضرب شلوم بن يبيش في السامرة فقتله ملك عوضا عنه. أما فتنة شلوم اللي هو على زكريا مذكورة في سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل، عمل إيه بقى منحيم ده؟ عمل حاجة مهمة. إيه عمل إيه؟ حينئذ ضرب منحيم تفصح وكل ما بها وتخومها،
من طرسة، واحنا عارفين ان منحيم ده هو جه من فين؟ جه من طرسة زي ما قلنا في عدد 14. وعمل ايه لما ضرب منحيم طرسة؟ عمل فيها ايه؟ بعت لهم جواب او مرسال يقول لهم سلموا نفسكم لي، انا عايز اخدكم، انتوا تبقوا تبعي. دي ايه دي؟ دي تفصح. فمرضوش، فافترى فيهم. تفصح دي مدينه مدن اسرائيل الظاهر كانت ايه؟ مستقله بنفسها كده، زي ما دلوقتي مثلا بورسعيد مش عارف مستقله او مرسي، الكلام ده زي كده. حينئذ ضرب منحيم تفصح وكل ما بها وتخومها من طرسه، جاي بيحارب من طرسه لانهم لم يفتحوا له، ما رضوش يسلموا له البلد. ضربها وشق جميع حواملها. ايه يعني شق جميع حواملها دي؟ صعب نتخيلها على فكره. يعني ايه شق جميع حواملها؟ عشان يموت الام وولدها، يعني ضرب واحده باثنين تجيب اثنين. انا مش عايز نسل تاني من البلد دي، فالام تموت والولد البطنة يموت، زي يصيد عصفورين بحجر، ضرب السيف تموت الاثنين، شق كده. شفت الحرب زمان كان شكلها ايه؟ ارحمنا يا رب. الانسان لما يكون متوحش يبقى حيوان كبير. في السنه 39 لعزاريا، احنا شفنا 39 دي ملك شلوم بس شهر، وبعدين جه عمنا منحيم واتم، يبقى في نفس السنه ملك مين؟ منحيم ابن جادي على اسرائيل في السامره، ملك 10 سنين، وده واحد من الملوك اللي ابنه ملك، يعني بقى ايه اسره من اثنين، ما واغلبهم كده يا اثنين يا ثلاثه بالكثير، لكن ما فيش اربعه الا ياهو بس. هتعمل ايه بقى يا منحيم؟ وعمل الشر في عين رب. يعني ما انتش بتفهم خالص، ما اللي قبلك عمل الشر واللي قبله عمل الشر واللي قبله عمل الشر، وكل ده بيتشال. ملوك يهوذا اللي بيعمل فيها الخير بعيشه، عايش يهوشافاط، مع ان يهوشافاط يعني في اخر حياته عمل عمله صعبه جدا. نفس عزاريا ده اللي ملك 52 سنه ده كان عامل خير كبير قوي في الاول، بعدين حصل فيه التواء في قلبه وكبرياء في قلبه. يعني الصديق ربنا بيرضى عنه بيكرمه في حياته، عمل الشر ربنا بيذله. انت عايز تذل؟ ما اقدرش اغير طبيعتي، انا احب القتل، شقيت الحوامل، بيكتب انا الكتاب كانه عمل عظيم بطولي عمله، شق الحوامل موت الحامل بولدها. ما اعرفش ان اي دم بيسيل على الارض دلوقتي دم اثنين مش دم واحد سال على الارض. عمل الشر في عين الرب، لم يحد عن خطايا ربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ كل ايامه، ما فيش يوم عدل في حياته، اليوم من اوله لاخره شر، زي ربعام بن نباط اللي جعل اسرائيل يخطئ، جاب عجلين يا ربعام بن نباط وحط واحد في بيت ايل والتاني في دان فوق في الشمال، اعبدوا دول ما تروحوش لهيكل الرب. ونفس النبي اللي عينه عشان يرد على شر سليمان قال له بيتك اتخرب، بتعمل كده ليه؟ ما انت شايف سليمان ما عملش للدرجات دي، كان بيتعبد للرب مع حاجه تاني، لكن شلت الرب خالص من حياتك. النتيجه فجاء فول ملك اشور. طب وفين ارام؟ ارام كان كشت شوي، أرام كانت كشت، أرام كانت قوية أوي على بني إسرائيل أيام ثلاث ملوك، بن هدد الكبير اللي هو كان وقتها مين رئيس جيشه الأولاني؟ في حد فاكر؟ برافو. وبعدين جه مين بعد كده؟ حزائيل. قال له الرب قال لي ايليا
يروح يمسح حزائيل الملك على رأسه، مسحه وقال ليش مش إلي. وبعد حزائيل جي بن هدد ابن حزائيل، دول كانوا ثلاث ملوك الحقيقة تعبوا إسرائيل جد، راحوا الثلاثة دول خلاص. ثلاث أشهر تظهر وإسرائيل إيه تكش، قصدي أرام تكش، وملوك الدنيا كلها كده. وبعد أشهر ما كبرت راح جينا نبوخذ نصر طير أشهر، وهو كبر المملكة الكلدانية. وبعدين بكم سنة 70 سنة طير المملكة الكلدانية، لأن مملكة تانية كبرت اسمها مادي وفارس اللي هي إيران دلوقتي، دوك العراق ودي إيران. إيران راح تخلص على العراق، مادي قتل بلشستر الابن بتاع نبوخذ نصر وخد المملكة منه. ما حدش كسب في دول كلهم إن نبوخذ نصر إنه آمن، بس عشان كده نبوخذ نصر ما لقيش حاجة في حياته وحشة، كان معاشر دانيال وحابب دانيال وحابب، وبعدين آمن وشاهد لله في الكتاب المقدس، قال اختباره في الكتاب المقدس. لكن بقى كله يصنع الشر يصنع الشر. فجي فول ملك أشور على الأرض، منحين بقى إيه راجل سياسي عمل عملة بقى رهيبة جدا في السياسة والذكاء. منحيم قال أنا دلوقتي مانيش محبوب قوي من الشعب، لأنه طبعا راجل دماء، كفاية اللي عمله في تفصح، تفصح بلد في إسرائيل مش بلد في أي حتة تاني. فقال أنا إيه، أنا يعني أتحد مع فول ده، هو عايز مني بيهجم علي، عايز فلوس، أديله فلوس كتير قوي، لما أديله فلوس كده هو يشيلين أنا كريم معاه، فراح يشتغل معاي، فلما يشتغل معاي يثبت ملك، يبقى أنا وفول ده بيحميني وأنا بديه الفلوس، هو عايز أكتر من كده إيه؟ مش لازم يعني لازم يحاربني ويكسرني وياخدها، أنا هجيبها له عنده، خد فلوس. وفعلا خالف الحكاية على منحي على فول، عمل إيه؟ يقول كده. فجاء فول ملك أشور على الأرض فأعطى منحيم لفول 1000 وزنة من الفضة، ده رقم لا يمكن تقديره بالدولار دلوقتي، لا يمكن تقديره، اللي يمكن تقديره حتى الحطة على الناس. ليه اداله 1000 وزنة من الفضة؟ لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده. يعني الرجل كان داهي، قال له انت بتحاربني ليه؟ نتفاهم مع بعض يا اخي، اللي انت عايزه حدهولك، قول لي بتحاربني ليه؟ عايز اخد ونبقى اصحاب، وحتى لو عوزتني معاك اروح معاك في حرب. فالمطاب موضوع طبعا بالنسبه لفول، قال لك ايه الحلاوه دي، انا مش حرب ولا حاجه، ودين فلوسي كلها اديك. وفعلا اداله مبلغ رهيب جدا صعب تقديره، اللي هو 1000 وزنة من الفضة. ما أنا ما فكرش أحسبها، لكن هنحسب الإيه الشاقل الفضة ده، 50 شاكل فضة مش وزنة، 50 شاكل فضة. 1000 وزنة من الفضة ممكن تقدر بمثلا إيه كذا بليون دولار، 1000 وزنة من الفضة. طب يجيبهم فين دي؟ فقالك عارف أجيبها إزاي يا عمي؟ اداله 1000 وزنة من الفضة زي ما قالين لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يدي. ووضع منحيم الفضة على إسرائيل، الحجيب أنا من فين؟ أنتوا اللي هتدفعوها يا بني إسرائيل، وأنا ممكن أشارككم يعني، بس أنتوا تدفعوها أصلا، ما أنا واحد أدفعها إزاي؟ ما أقدرش، ما عنديش. فعمل إيه؟ وضع منحيم الفضة على إسرائيل على جميع جبابرة البأس. يعني إيه جبابرة البأس؟ الناس الأغنياء قوي يعني، مش الحرب، الأغنياء قوي. وعادة بتوع رجال الحرب هم الأغنياء قوي، ليه؟ لأن بياخدوا السبايا، مش ملوش ماهية، ده رجل حرب يقتل وينهب فهو الغني، عشان كده الحروب كانت دائما كده يقتل وينهب، وده النظام اللي انتشر بيه حبيبنا اللي جه بعد المسيح، يقتل وينهب السبايا،
الغنائم. فين هي؟ ايوه. ووضع منحيم الفضه على اسرائيل على جميع جبابره الباس ليدفع لمالك اشور 50 شاقل فضه على كل رجل. هذه اللي عندنا 50 شاقل فضه دي يعني كام؟ كل راجل يدفع 10,000 دولار. كام راجل عنده؟ ما نعرفش. جبار باس في الحرب، ممكن الجيش يكون 30,000، ممكن يكون 20,000، في 1,000 بكام؟ 2 مليون، 3 مليون. ده اللي ادى الملك أشور. ايه ده؟ مال يعني اخرب نفسي انا ويقتلني ويبهدلني على ايه؟ وبعدين يبهدل البلد برضه فيها فكره في البلد. هو استريح وانا بس اضغط على الشعب. 10,000 دولار على كل واحد دفعوا اهله. فراجع ملك أشور انبسط ولم يقم هناك في الأرض. ايه منحيم بسط؟ ده انا عملت اللي ما عملوش ولا حد في الملوك. طب انت هتموت وراح جهنم. ايه رأيك في الحاجة دي؟ ليه؟ لأنك انت بتعمل الشر، موصوف انك بتعمل الشر زي أبائك بتعمل الشر. هي حكاية أنك في فكرة نفعت معاك مع أنها فيها رياء وخبص وضغط وكل حاجة، تبقى أنت يعني خلاص فلحت. صحيح أنك أنت أنقذت البلد من الخراب وأنقذت نفسك الآخر أنه يقتلك، لأنه فول ملك أشور قوة كبيرة جدا. لكن إيه علاقتك بربنا؟ لا معلم، ما ببصش أنا، ماليش في العلاقة دي. زي مرة بيسألوا أشهر الدكاترة في الطب القلب، قال لك أنا ما عنديش وقت مع ربنا. طب رايح فين بعد ما تموت؟ ومراته ماتت، ما عرفش بتصور راحتين مراته. حاجة غلب الناس دي، ما تبصش لقدام أبدا، تحت رجليها بس في فلوس في فلوس خلاص. وبقية أمور منحيم وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اضطجع منحيم مع أبيه وملك مين؟ فقحيا ابنه عوضا عنه. ده ابن منحيم. في السنة 50 لعزاريا، فضلوا سنتين يموت الرجل ده، ملك يهوذا ملك فقحيا ابن منحيم على إسرائيل في السامرة 2. تعمل ايه؟ اعمل الشر ولا اعمل عندي حاجه خارج غير الشر؟ ما ابويا وجدي 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 كله شر، والملوك اللي جات والحديد كلها شر. ما انا ما عندناش الا شر طبعا، لان عندكم اوثان في البلد وانتوا اسرائيليين. طب انتوا اوثان ازاي؟ من ايام بقى يا رب عامنا رباط حاطين لنا وثنين، احنا دول الهاتنا خلاص. طب ما تفكروا، لا قالوا لنا كده خلاص، قالوا لنا كده. مره رحت ازور واحد شيخ في السودان، كان امين الصندوق هناك، كان طيب قوي كده حتى زي ملاد هنا كده، ففي تشابه كبير بين الاثنين، وكان دمه خفيف برضه زي ملاد. فبعدين رحنا هناك، فقال ده النهارده بدا الخريف. عرفنا من فين يا شيخ صميل؟ فاكر فاتن الزياره دي؟ قالوا لنا كده. قالوا لنا بدل الخريف. خلاص يا بدل الخريف بيتترى يعني انه ايه هناك في السودان ما حدش عارف حاجه. فالناس دي كلها راحه فين؟ راحه فين؟ ما تفهم. يا رب عبدنا نبط، قال لنا دي الهتك خلاص بقى، نجيب الهه تاني؟ مع ان اخاب جاب الهه تاني بس اتشالت، شالها ياهو من يمشي لما ربنا قال. قالوا لنا كده، دي آلهتك يا إسرائيل، احنا ما نروحش الا الآلهة دي. في اي كتاب بيقول لك كده؟ لا، الناس قالوا لنا كده، اتعودنا على كده، ما عندناش الا كده. طيب يلا خد 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 ضرب ضرب ضرب، لغايه لما سبيت المملكه تماما بعد عمنا فقح ده بشويه، ولا فقح يعني بشويه. يبقى ايه؟
وصلنا لفين؟ فقحم منحيم على إسرائيل في السامرة سنتين، ملك سنتين، وعمل الشر في عيني الرب. ما عندوش غير كده، لم يحد عن خطايا ربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. يا ساتر، وكل الشر ده جاء على دماغ يا ربعام بن نباط فوق في الهوية. كل الشر انت السبب، خد شيل على دماغك، شيل على دماغك، شيل على دماغك، انت السبب، شيل على دماغك. ففتن عليه مين بقى؟ فقح ابن حيم، فقح ابن رماليا تالته. تالته ده ايه؟ الوقت ده في الملوك في الملك وفي نائب الملك، ده عادة بيكون ابنه اللي هو بيملك. لو هو يطلع الحرب، الملك ده الملك لازم يطلع الحرب عشان ينجح، ولا يتخرب بيته لما طلعش ويخسر ويتقتل هو وكل الناس. ففقحيم كان ابنه هو الملك او نائب الملك او اللي بيملك مكان ابوه لما يطلع الحرب. مين ثالثه بقى؟ ده اللي هو بيتكي عليه في الحرب، يعني ده قائد مركبة الملك في الحرب، هو اللي بيقود المركبة ويتكي عليه لما ينزل ويتكي عليه لما يطلع، اسمه ثالثه، ثالث المملكة يعني، ده اسمه فقح ابن رماليا. فيقول الكتاب: ففتن عليه فقح ابن رماليا ثالثه وضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع أرجوب ومع أريا ومعه 50 رجلا من بني الجيل عاديين، قاتله وملك عوضا عنه. ايه القصة دي؟ مش مذكورة في الكتاب، مش مذكورة، لكن مفهومة شوية. الظاهر قال له مثلا: انا عايز اجيب لك بني الجلعادين، احتمال كان في مثلا خناقه بينهم وبينه او سوء تفاهم، وانا هصلحهم عليك يا جلاله الملك. وانا وراح لهم هناك قال له: ما تملك انت بداله، غالبا حاجه زي كده. قال له: طب خلاص تعالوا معايا وندخل كده، يعني دخول بشاشه وسلام، واقتله خلاص. وحصل بالظبط كده، واي انسان خاطئ يتوقع ان ربنا يقتله في اي لحظه، لانه خاطئ ليه عند ربنا ايه؟ ده اللي حصل مع منحيم ابن فقحية ابن منحيم. ففتن علي فقح ابن رماليا ثالثه وضربه في السامرة في قصر بيت، في قصر، دخل قصر عادي طبيعي عشان يعمل العمل اللي هو ايه، اللي هو متفق مع الملك على حاجة واتغيرت هناك. واحد اسمه أرجوب وواحد اسمه أريا، غالبا دول أصحاب الملك، بس خلاص اقتنعوا ان فقح ابن رماليا أحسن. ومع أريا ومعه 50 رجل من بني الجلعاديين، غالبا ده اللي بينهم كان الخلاف، فقاتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور فقاحية وكل ما عملها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. هنا وصلنا لملك فقح ابن رماليا. وفقح ابن رماليا إلى حد ما اتحد مع أرام اللي هي سوريا، اللي فيكم فاكر الكلام ده، ده مذكور في إشاعية الإصحاح 7، كذا مرة في عيد الميلاد نتكلم عن الحكاية دي. اتحد مع أرام اللي هي سوريا، واسمه كان ايه وقتها؟ ملك ارام، اسمه راصين ملك ارام، وفقح ابن رماليا ملك اسرائيل. وقالوا: احنا عشان نقدر نغلب ملك اشور اللي ظهر دلوقتي، احنا مش قادرين عليه، احنا الاثنين لازم ندخل معانا مين؟ حد فاكر؟ ايوه ابن طبيل. مين ده؟ اللي هو كان واحد اسمه احاز، ده مش ابن طبيل، ما ينفعناش، ده عندي ده، يبقى نقتله ونعين واحد من عندنا ملك على يهوذا، واحنا الثلاثة نحارب. فكرة جت في بالهم، استغل الرب الفكرة دي ان يقول لنا ايه. حد فاكر ايه الشهيرة قوي لما إشعيا قابل أحاز وقال له: عمك طلبك رفعه الى فوق اهو ذا العذراء؟ قال له: لا اطلب ولا اجرب الرب. قال له: يا اخي انت بتتعب ربنا، انت مش كفاية ارهقت الله ترهق، ارهقت شعب ترهق ربنا كمان، هو ذا العذراء. استغل ربنا الفرصة دي، يعرف استغل كويس قوي،
وأعطانا الميلاد العذراوي في إشعياء أصحاح 7. ده ربط التاريخ بين هنا وبين هنا. يبقى هنا كان عزاريا ملكه مات ويثام بعديه وبعد يثام أحاز، وصلنا الملك أحاز اللي هو حفيد عزرياهو ده اللي ملك 52 سنة. ملك أحاز ملك بتاعه ده ومات، الحمد لله كان شرير قوي راح. جه بعديه مين؟ ابن أحاز، راجل حلو قوي، حزقية. وكان ده بدا عهد إشعياء النبي اللي في أيام حزقية، كان ربنا طول عمره، وكان للأسف غلط في الحتة دي، هنجيلها يعني في التاريخ كده. الحقيقة التاريخ كله ماسكه ربنا، واللي عايز يعيش في سلام يعرف إنه لا سلام قال الرب للأشرار خالص خالص، واللي عايش بدماغه هيركب دماغه وياخد على دماغه بالظبط. مفيش بني آدم عاش بدماغه ونجح، لا هتلر ولا نابليون ولا شرلمان ولا الإسكندر، دول جبابرة العالم، محدش منهم نجح. اللي نجح الودعاء والمتواضع القلب اللي تعلم من المسيح، مش نجاح في الدنيا، لكن بنتكلم عن نجاح في إرضاء الله، اللي هم حاليا في مجد عجيب في الفردوس مع مريم العذراء ومع بولس الرسول ومع رسل المسيح ومع كل القديسين اللي سبقونا هناك. لكن الدنيا الحديد والنار والغل والشتيمة والتقبيح والعنف وكل ده إلى الهوية، ثم إلى جهنم النار الأبدية مع إبليس وملائكته، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين آمين آمين. مجد للرب. نختم بترنيمة رقم كام؟ هللويا.